اهلا بحضراتكم ولكم التحيه، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يديم علينا الاستقرار اللي احنا فيه علشان نخرج ونتبسط ونتفسح ونتجمع في كل المناسبات. لو ما عندناش استقرار ما كناش عرفنا نعمل اي حاجه من دول. فدايما دعائنا ربنا سبحانه وتعالى انه يديم علينا الاستقرار والامن والامان اللي بلدنا فيه. مش احنا بس اللي احتفلنا بشم النسيم النهارده، أكثر من 9 مليون ضيف احتفلوا مع المصريين النهارده بشم النسيم. ليه؟ لأن البلد دي مستقر. ربنا يديم علينا الاستقرار يا رب. أحداث في غزة بتتطور بشكل كبير ومخيف وعنيف. أخبار بتقول إنه مجلس الوزراء في دولة الاحتلال وافق بالإجماع على إنه تحصل عملية هجوم على رفح الفلسطيني. الرئاسة الفلسطينية ردت وقالت انه اجتياح رفح معناه تعرض 1.5 مليون مواطن لأكبر جريمة إبادة جماعية. من شوية قبل الهوى الخارجية المصرية طلعت بيان قالت فيه ان مصر بتحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطيني. ومصر طلبت إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت تحديداً بالغ الحساسية. ليه هذا التوقيت بالغ الحساسية؟ لأنه في مسار لمفاوضات لوقف إطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين. كمان أكدت الخارجية المصرية في بيانها أن مصر بتواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف لمنع تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة. موقف واصل لفين؟ ومن الواضح أنه إسرائيل بدأت فعلا المرحلة التمهيدية للاجتياح. خليني أرحب على التليفون بسيادة اللواء دكتور نصر سالم. مساء الخير دكتور نصر. أهلا أستاذ عزة. أهلا بحضرتك. طيب فندم، من الواضح طبقا للأحداث وطبقا للتصعيد اللي بيحصل إنه إسرائيل بدأت فعلا المرحلة التمهيدية للاجتياح. شكل الاجتياح ممكن يكون إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ هي طبعا المرحلة التمهيدية بدأت من زمان، وقلنا الكلام ده إن هي عمالة بتعزل منطقة رفح تماما، والعزل كان اخر حاجه كانت امبارح، واول عمليه محور نسترين اللي حط عليه قوات وعزل شماله عن جنوبه تماما، اخرها النهارده العمليه اللي تمت من اتجاه معبر كرم ابو سالم انها بدات تخلي او تدي اوامر للمدنيين انهم يخلوا في اتجاه الشمال او في اتجاه الشرق. العملية طبعا دلوقتي واضحة، وانا قلت قبل كده ولو حضرتك تذكري ان انا قلت مش يعني الاشد شغفا من اقتحام غزة اقتحام رفح مش نتنياهو فقط، ولكن امريكا وبالذات الجيش الامريكي اشد شغفا على انه عايز يعرف خبرة القتال في اجتياح او اقتحام مدينة مكتزة بالسكان فيها انفاق فيها عمليات انتحارية مفتوحة، المقاومة فيها مختلفة فوق الأرض وتحت الأرض، كل ده خبرات جديدة الجيش الأمريكي عايز يضيفها إلى خبراته، فهو أشد شغفا من نتنياهو نفسه أنه عايز يشوف عايز يتفرج على العملية دي، وطبعا ليه مستشارين وعمال بيسجل كل نفس بيحصل في عملية الاجتياح اللي هتتم دي. يعني بيختبر أمريكا بتختبر على جثة 1.5 مليون مواطن فلسطيني القدرات العسكرية للعدو الصهيوني والقدرات أيضا القتالية وكيفية التعامل. قبل كده يعني عملت العملية ديت في هيروشيما وفي ناجازاكي وعملتها في أفغانستان وعملتها في فيتنام، هي عمالة بتحط كل دي خبرات قتال بتضيفها ليها في كل عملية هي بتعملها أو بتشاهدها. فدلوقتي هم كان ليهم معارك في أفغانستان بشكل ما ضد أنفاق ضد مناطق جبلية، كان ليهم معارك في مناطق فيها مدن،
النهاردة الجيش الإسرائيلي بيعمل عملية ومعاه مستشارين أمريكان ومعاه مستشارين من حلف الناتو، كل دول بيقدموا كل الخبرات، كل الأسلحة اللي بيطلبوها للعملية بيقدموها لهم تماما. كل الأسلحة سواء كانت إلكترونية أو كيماوية أو أسلحة نسو تدمير أو أسلحة برية أو جوية، كل الكلام ده بما فيها السايبر وور، كل ده شغال على قدم وساق دلوقتي. نقول احنا بقى السيناريوهات الأربعة المتوقعة اللي لن تخرج عنهم العملية اللي قدامنا دي. ايه بقى يا فندم، ايه السيناريوهات المحتملة؟ اول حاجة دلوقتي ان هو بنسمي السيناريو الاول بقاء الحال على ما هو عليه، استمرار عملية القصف والإبادة الجماعية اللي بتقوم بها إسرائيل باستمرار، وعملية الترحيل دي أطول فترة ممكنة، ممكن المرحلة دي تمتد أيام ومش عايز أقول شهور، لكن ده بقاء الحال على ما هو عليه. نفس العمليات اللي بتتم قدامنا النهاردة تتكرر يوميا إلى ما شاء الله لحد ما يحققوا أهدافهم بعملية إبادة أكبر عدد من الفلسطينيين، الضغط على قيادات حماس إن هي تستجيب ليهم، الضغط الدولي بقى على حماس نفسها زي ما احنا شايفين في ضغط على قيادة حماس إن هي تستجيب للمطالب اللي إسرائيل بتقدمها. ده استمرار الحال على ما هو عليه. تمام. السيناريو الثاني اللي هو الأكثر احتمالا طبقا للمعطيات اللي احنا شايفينها على الأرض دلوقتي، المعطيات دي بتقول ان العد التنازلي لعملية الاجتياح بدأت خلاص. اسرائيل عشان تعمل عملية اجتياح دائما لازم في عندها مبدأ من المبادئ اسمه ضمان تحقيق النتائج. عشان تضمن تحقيق النتائج في وسط مكتظ بالسكان والمقاومة منتشرة فيه في كل مكان، وانا بقول دلوقتي ان حماس مش منتظرة تحت الانفاق ابدا، لان لم يكن 90% منهم فوق الأرض، فيعني أقل حاجة 50% أو من 50 لـ90% فوق الأرض ومنتظرين الاجتياح الإسرائيلي، وهيقابلوه بكل شجاعة وبكل عمليات استشهادية. ده اللي إيه بالنسبة لموقف حماس، مش هتنتظر تحت في الأنفاق لحد ما ينزل الإسرائيليين ينسفوا الأنفاق عليها أو يقضوا عليها. ده لازم نعرفه. فإذا بنقول عملية الاجتياح يبقى وارد، عفوا هنعيش حضرتك في الجزئية دي دكتور نصر، وارد انه يبقى في رد من حماس قبل، طالما انه اسرائيل اعلنت قبل عملية الاجتياح. هي بدأت المقاومة بعملية ضرب غلاف غزة. تمام. يعني ضرب اللي هي في منطقة، لا اقصد ان الساعات القادمة ننتظر ننتظر، مش هينتظروا، هم هيبدأوا بالصواريخ يضربوا الأهداف الرئيسية اللي هي هتهاجمهم، إذا كانت مراكز قيادة، إذا كانت أسلحة رئيسية، كل الكلام ده هتبتدي المقاومة ترد عليهم مباشرة. نعم. مع الوضع في الاعتبار أنهم منتظرينهم داخل المباني نفسها، وهنشوف قتال مدن من شارع إلى شارع. فعشان إسرائيل تتجنب هذا هتعمل إيه؟ وده اللي احنا شايفينه طيلة الفترة من 7 أكتوبر لحد دلوقتي، هي عملية إبادة كاملة بكافة أسلحة التدمير من الجو والبر والبحر، بحيث إن هي عايزة زي ما بقول مبدأ من مبادئها ضمان تحقيق النتائج. ضمان تحقيق النتائج مش إن هي يعني تجيبها على الأرض، تجيبها على الأرض تماما، بحيث إنها تخش ما تلاقيش مقاومة. يعني عايزة مقاومة أكثر من 10% تقابلها، تقدر القوات اللي بتجتاح ما تتعرضش تتعامل لكتابل. لانه لو اتعرض لخسائر كبيره معنى كده نتنياهو قضى على مستقبله، قياده الجيش قضت على مستقبلها، فبالتالي هيعتمدوا على الاباده من بالنيران قبل ما يبداوا عمليه الاجتياح بكل الطرق. ايوه يعني نتنياهو يا قاتل يا مقتول. ده اكيد. تمام. خلاص ده من البدايه احنا عارفينه. نعم. والجيش الامريكي واقف عمال بينتظر وبيقدم كل الخبرات وكل المطالب، ورونا هتعملوا ايه وخدوا اللي انتوا عايزينه. تمام. فدلوقتي بنقول يا اما هيبدا بعمليه الاول اخلاء الاسرى، ده الاكثر احتمالا، اخلاء السكان اكبر قدر ممكن. وده اللي بدا فيه بيرمي لهم منشورات ويقول لهم الناس تتحرك على المربعات الفلانيه. طبعا يتحركوا باتجاه الساحل عشان ما يضغطوش على غلاف غزه، ويبقى سهل اصطيادهم بره وسهل المراقبه انهم يكتشفوا لو فيهم حد من المقاومه. طبعا المراقبه من الجو والمراقبه السيبرانيه كلها من فوق من الشريحه دي هتقدر تعرف فين القيادات، فين المقاتلين، هتتدخل ضدهم،
سواء بالدرونز او بالقوات الجويه او بالصواريخ او باي شيء. نعم. فاذا يبقى الاول هيحاول يعمل يخلق اكبر قدر من السكان. ايوه. هيعمل عمليه اباده بقدر الامكان بالمدفعيه والصواريخ والطيران. ايوه. ثم يبدا في عمليه الاجتياح البري. الاجتياح البري انا متوقع ان عمليه اللي هي من ناحيه اتجاه كرم ابو سالم اللي بيخلص السكان منها ده اتجاه هجوم خداعي. اتجاه الهجوم الرئيسي هيبقى من اتجاه البحر. عشان لانه هو عايز يعمل هجوم خاطف من اتجاه الرئيسي الحماس مش متوقعاه. نعم. بقدر الامكان يقدر يوصل للرهائن بتوعه، واعتقد انه هو حدد اذا كان بدا يبقى هو قدر يحدد اماكنهم على الاقل بنسبه لا تقل عن 70-80%. فهو هيجتاح فورا. هيعمل عمليه خاطفه عليهم بحيث انه ايه يحاول ان شاء الله يضرب غازات ازعاج. ايوه. يخدر بيها كل اللي موجودين بما فيهم الاسرى والرهائن، وبعد كده يخدر طبعا ما هي اسمها غازات ازعاج، ما تموتش انما تحاول اللي قدامه تشل حركته تخليه يتصرف تصرفات غير عاقله ما يقدرش يتحكم في عضلاته في الجهاز العضلي بتاعه، وده نوع من الغازات ممكن يضربوه على الانفاق وبالتالي يخشوا يقدروا يدخلوا هم بالكمامات والاجهزه. نعم. الحرب اللي هي بتاع الحرب الكيماويه ويطلعوا الرهائن. فانا بقول ان الهجوم الرئيسي من اتجاه البحر، الهجوم الخداعي من اتجاه كرم ابو سالم من الجنوب. ثم دي العمليه اللي احنا بنقول ايه اللي طبقا للمعطيات دي، لان هم عايزين بسرعه يجيبوا الرهائن وبعد كده ايه هيعلنوا ان هم خلصوا على حماس وجبنا الرهائن وعملنا القصه دي. أيوه. ده الاكثر احتمالا. ايوه. طيب نخش في الاحتمال الأسوأ بقى. ده الرابع، ده التالت ولا الرابع؟ احنا الثاني اللي هو الاحتمال اللي احنا قلناه دلوقتي. يبقى ده التالت. اللي هو الاحتمال الأسوأ ان هي بقى مش هتنتظر على ما الناس تخلي ويبعدوا عن المنطقه، لا، عشان لان ايه؟ كل انتظار بيدي فرصة للمقاومة أكتر إنها تفكر وتستعد، تقدر تعدد تستعد. فهي مع عملية الإبادة الشاملة بكل أنواع النيران من البر والبحر والجو تبدأ الاجتياح فورا، وهنا في الحالة دي تحاول تضغط على السكان المحليين للعبور والنزوح في اتجاه مصر. نعم. ده السيناريو الأسوأ. السيناريو اللي بعد كده اللي هو بقى السيناريو الافضل او الوردي او المتفائل، ان لا يستنوا عمليه ضغط ممنهجه بالشكل ده وبعد كده يقبلوا تبادل الاسرى بقى مع حماس ويعملوا وقف اطلاق نار ويلجاوا الى المفاوضات. ده السيناريو المتفائل الرابع. الاربع سيناريوهات دول كل واحد منهم ليه اكثر من درجه حراره عاليه من 1 لـ10، انما مفيش في السيناريوهات مش هتخرج عن كده. مش هتخرج عن كده. ربنا يسترها يا فندم، ربنا يسترها. بشكرك شكرا جزيلا سيدة اللواء دكتور نصر سالم. خليني اخد وجهة نظر تاني وارحب بها سيدة اللواء سمير راغب. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. الو الو طيب الو سيد لواء سمير راغب مساء الخير يا فندم. الو حضرتك سامعني؟ اهلا يا فندم. حضرتك سامعني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك دلوقتي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك فندم. ايه اللي شعلل الموقف اكتر ما هو مشعلل زي ما بنقول؟ حماس ضربت نقطة عسكرية في كرم ابو سالم تبعد تقريبا 1.5 كيلو عن المنفذ. نعم. فهي ادت هديه لنتنياهو الحقيقه. ادت هديه لنتنياهو طبعا طبعا ابو سالم. لسبب انا قلتها مع حضرتك، ان نتنياهو لا يرغب في صفقه ولا يرغب في تسويه ولا يرغب ولا دوله ولا الكلام ده كله. كان في جناحين كلاهما متفق على فكره رفح، لكن في جناح منهم كان بيقول يعني نستلم نعمل تهدئه وناخد الأسرة. أيوة. بتوعنا وبعد كده نبقى نروح رفح. ايوه. ده كان فيه ايه لابيد وجانتس وايزنكوت، يعني عناصر مهمه جدا، ودول الكابينت الحرب يعني كابينت الحرب دول مكونين ليه رئيسيين يعني. ايوه. فبالتالي لما حصل ده ضعف الجناح اللي كان بيقول نروح لصفقه
واداله فرصه يقول لامريكا ويقول لاوروبا صدقته ان انا لازم اروح رفح، ده الصواريخ طلعت من رفح. طيب الضربه قتلت ثلاثه، طب هل هي الحرب اساسها، الحرب بشكل عام هي اساسها ان الناس تقتل بعض اساسها تحقق هدف؟ لو حقق هدف ولو قدرت ما تقتلش وتحقق الهدف يبقى كويس، طبعا يعني تحصل على اسير ما تقتلوش، طبعا تقتلش مدني، ايوه تطلب منه يستسلم. ففي الاخير الثلاثه دول ما هم مجرد ثلاثه قتلوا زي اللي بيقتلوا من الجيش الاسرائيلي في خان يونس او في غزه، يعني ما لهمش وضع خاص، لكن في وضع خاص ان الصواريخ اللي هي رجوم زي الجراد، يعني مش صواريخ بلاستيه، نعم خرجت من رفح على قرب من منفذ رفح البري الى الكيبوتس كرم ابو سالم عند المعبر الثاني، المعبر الاسرائيلي. فبالتالي انت بتقول له ده انت عايز ادخل معونات، ده هو بيضرب من المنافذ يا جماعه مش جوه المنفذ يعني، لكن هي الفكره لما العالم يسمع كرم ابو سالم يقول ايه؟ يقول لك ده بيضربوا على المعبر اللي بيدخل لهم الامدادات. ايوه حماس انا سمعتهم ايوه عندهم حسابات، قد يكون عندهم رؤيه مختلفه، لكن انا باللي انا اتعلمته رؤيه خطأ. اللي انا اتعلمت ممكن اكون انا مخطئ او ما اتعلمتش، يعني في حاجات لا ده راي حضرتك، ده رأي انه عشان راي حضرتك انه حماس اخطات. حماس اخطات اولا، ده كان في المراحل اللي كان ممكن نضغط على اسرائيل مع ضغط عالمي مع امريكا، وامريكا قالت ندي ضمانات وبيضغط على نتنياهو والجماعات متحركه والقصص دي كلها. هل ما فعلته حماس دكتور سمير نعتبره نوع من انواع الضغط؟ ده بالظبط كده، هو يعني ده فكره اللي هو عايز مفوضات. يضغط اثناء التفاوض امكانياته في الضغط، هي دي انطلقتها وانطلعت على نتسريم وصواريخ رجوم اللي هو تعديل الجراد، طلعت على النقطه دي، فهو اعتبر ان ده بس ده يعني ده كلام تكتيكي مش كلام سياسي. المفروض حماس تنظيم مسلح مقاوم وله يتبع جناح سياسي. نعم. فالسياسي المفروض يقول له لا ده مش وقته، اصبر يوم او بلاش، عايز تموت ثلاثه روح موتهم في حته تانية، موتهم في خان يونس، موتهم في الوسطى، موتهم في جحر الديك. نعم. يعني ما عندك اماكن كتير لو انت ثلاثه، لكن فكره ان هم ثلاثه في كرم ابو سالم. طلع نتنياهو زي ما انا قلت لحضرتك قال لامريكا من الهولوكوست اتعلمنا ان لو ما فيش حد يقف معانا احنا نقف مع نفسنا ونحمي نفسنا. واديت له فرصه هديه بصراحه، خدها في عيد الفصح اليهودي ما كانش يحلم بيها. لكن هل كانت الصفقه هتتم لو ما تمش ده؟ لا. صفقه ايه؟ صفقه إيه؟ اللي هو التبادل والمفاوضات والتفاوض. نعم. لا، لكن هي الفكره كان الوفد المصري عنده مساحه لان احنا نخش حتى على الجوله الاولى ل 40 يوم، كان عنده فرصه ان هو يضغط اكبر في وجود دخول الامدادات. طب معبر كرم ابو سالم اتقفل، كرم ابو سالم ممكن تخش منه 200 300 شاحنه في 20 طن، 600 طن، 600 طن دول مش في ناس هتجوع؟ ايوه يعني بجانب برضه لا زال مصر على فكره ان انا هحقق نصر. ايوه طيب ما هو مهما كانت الحرب الطرفين بيروحوا لتفاوض في الاخير. ايوه طب توقع حضرتك السيناريوهات الساعات القادمه ايه يا دكتور؟ دلوقتي موضوع الاخلاء هيتم بفكره المربعات، يعني هم دلوقتي في مناطق جنوب شرق رفح ادوهم الامر الانذاري، وبالمناسبه الامر الانذاري ده مفيش رجعه فيه. مفيش رجعه يعني فيه. يعني حماس عماله تسافر الدوحه وترجع القاهره، تسافر الدوحه وترجع القاهره. وهم ما بيغيروش حاجه، يعني هم النقطه الرئيسيه وقف اطلاق نار. انا بقولها لحضرتك وده رايي، لن يتم وقف اطلاق نار، وعلى جثه نتنياهو ان هو يقبل او يوافق ضمنيا على وقف اطلاق نار. فحماس مش عايزه تتراجع عن ده. حماس، وانا قلتها مع حضرتك المره اللي فاتت، حماس الجانب الاسرائيلي وده وجهه نظره، لا انا بايدها ولا لي علاقه بيها، ان هو الاذعان يديني الاسرى وتاخد الهدنه وتاخد الامدادات وتخليلي مدنيين من رفح عشان اخش ادمر الاربع كتائب او يسلموا سلاحهم ويطلعوا
رافعين الرايه البيضاء. نعم. وانا ادخل احتل رفح واحتل كل مكان في القطاع. نعم. لا تفاوض هيغيره ولا حماس تروح الدوحه وترجع. بالاضافه لان الدوحه قطر إن قالت انا هنسحب ليه؟ لعدم جديه الطرفين في عقد صفقه او في اتفاق. قطر القريبه من حماس واللي بتستضيف قيادات حماس. نعم. ده مؤشر ان يعني شاهد من اهل. نعم. حماس طيب. عندها حسابات فكره الخطاب الشعبوي وفكره اننا انتصرنا وانه لم يحقق اهدافه بينما تم تدمير القطاع. 100,000 مصاب، 40,000 شهيد، وده غير الجرحى، غير اللي تحت الانقاض عفوا. نعم. محتاجه 30-40 سنه عشان ترجع يعني قبل ليله 7 اكتوبر. ويتحدث عن نصر، يعني طبعا. نصر ايه اللي انت هتتحدث عليه؟ انت طبعا. حرمه من تحقيق ده. الحرب مفتوحة مستمرة، الاستنزاف مستمر. توقعاتك كان الحل... الساعات القادمة ايه؟ الساعات القادمة ساعات الاخلاء. بعدها الاحزمة النارية. ممكن يكون فيها الاهداف المختارة السلكتيفيتي، يعني انه تلاقي في بيت ضرب عليه صاروخ. ده نوع من تسخين الجبهة. تبدأ عمليات الحشد في مناطق صوفة في شرق رفح. تبتدي تدخل قوات من كيسوفيم من صوفة، تبتدي تنزل في مناطق جنوب خان يونس. لكن ما فيش عملية برية خلال النهاردة، خلال بكرة، خلال لا، يعني لازال هناك وقت. يعني شايف الإعلام بيستعد إن في عمليات الفجر، لكن مش دخول عمليات برية. تمام. لأن لسه في حشود وفي حاجة اسمها المفارس تدخل، في حاجات لسه يعني عسكريا لسه ما تمتش. لسه ما تمتش. بشكرك شكرا جزيلا لوجهة نظرك ورأيك سيدة اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. خليني أطلع فاصل وتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل. النهاردة معايا حالة مرضية من اسكندرية، وقبل ما أقول لحضراتكم الحالة عشان بس ما حدش يقول النهاردة عشان من نسيم وبنحتفل والناس مبسوطة وهتزعلنا حالة مرضية، أقول له آه، لأنه الحالات المرضية بتبقى محتاجة أنها تتعالج أو يحصل لها العملية اللي هي عايزاها، عشان هي كمان كان لينا عمر السنة اللي جاية أو الأعياد اللي جاية تحتفل زيها زيك وتعيش حياتها الطبيعية. فما حدش بس عشان ما حدش بس يزايد ويقول ايه يعني ده مش وقته او ده مش يومه، لا، نقدر نساعد في اي يوم وفي اي وقت نقدر نساعد. بالمناسبه الاسبوع اللي فات عايزه اقول لحضراتكم بس ايه اللي حصل بخصوص الحاله بتاعت الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات كنت عرضت على حضراتكم حاله الحاجه فتحيه من امبابه من محافظه الجيزه، اللي كانت بتعاني حبيبة قلبي من مشاكل مرضية كتير سواء في القلب والمخ، وكانت بحاجة لرعاية طبية وظروفها المادية يعني ما يعلم بيها إلا ربنا. عايز أقول لحضراتكم أن بمجرد ما عرضت الحالة في البرنامج تواصل معانا على الفور مكتب سيادة المحافظ محافظ الجيزة سيادة اللواء أحمد راشد، اللي بشكره بوجه له كل التحية لأنه وجه بالحاله بعلاج الحاله ونقلها لمستشفى المعلمين، والصور زي ما حضراتكم شايفين اهو اللي في العجوزه علشان يعني يحصل لها كل الفحوصات الطبيه اللازمه وتوفير كافه زي ما بنقول انواع الرعايه ليها سواء عمليه او علاج او فبشكر محافظ الجيزه شكرا جزيلا. حاله النهارده من اسكندريه. حاجة سناء من اسكندرية 44 سنة. حبيبتي ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. زي ما بنقول كده المرض الوحش انتشر في جسمها. كانسر انتشر في جسمها. ووصل لمرحلة العظم ولمراحل في جسمها سيئة جدا، وهي من أسرة بسيطة جدا، جوزها بيشتغل باليومية. تعالوا نشوف الحاجة سناء وحالتها ايه ونعود ونتواصل مع حضرتكم. سناء سعيد
تبلغ من العمر 44 عاما، ربة منزل، زوجها يعمل باليومية في مجال البناء ولديها 3 بنات وولد. كانت تقوم برعاية والدتها وتهتم بها قبل أن تصاب بالمرض، ذلك المرض اللعين الذي تمكن منها ومن عظامها ومن سديها، وأصبح يقترب من باقي أجزاء الجسد. ترددت على العديد من المستشفيات والأطباء الذين لم يستطيعوا إيقاف المرض اللعين، كما أجرت العديد من الأشعاعات والتحاليل والعمليات، لكنها أصبحت عاجزة، عاجزة عن استكمال رحلتها مع الحياة ومتابعة أبنائها كأي أم لديها فتيات في مراحل التعليم والزواج وطفل صغير، تتمنى أن تقوم وتعمل وتلبي طلباتهم، لكن المرض أقعدها وأصبحت قاعدة الفراش. تتمنى أن يتم علاجها بالشكل الملائم لحالتها وأن يساعدها أصحاب القلوب الرحيمة والمسؤولين لتستطيع أن تمارس حياتها بجانب أسرتها، ولكي ترحم من آلام المرض الذي يشتد عليها يوما بعد يوم، بل يتكاثر ويشتد فتكا بها. أنا اسمي سناء السعيد إبراهيم، سني 44 سنة، عندي 4 عيال، وأنا جوزي أرزقي على بابا الله يعني. فحصل لي من سنة إن دراعي وجعني وجع جامد قوي، فتوجهت للدكتور عظام، فضل يديني علاج ومش عارفة إيه ومضادات وحاجات من دي، برضك ما عملليش حاجة. رحت للدكتور مخ وأعصاب، برضك إداني نفس العلاج ونفس المضادات ونفس الحاجة، الوجع بقى يزيد أكتر وأكتر لدرجة إن أنا مش عارفة أمسك أي حاجة بإيدي. بالليل وأنا نايمة الساعة 2 بالليل حصل كسر جامد في دراعي، دراعي فرقع نصين، بقى النص ده لوحده ونص ده، يعني الاتنين مخلوقين من بعض جامد. جوزي بالليل وداني مستشفى نريمان في اسكندريه، فدخلت وعملوا لي الاشعه وكده، قالوا لي ده انت عندك ورم في العظم بتاع دراعك، وهو كل جزئيه من العظم. دخلت عملت عمليه مسمار النخاع، وطلعت على اساس ايه ان خلاص شهرين ثلاثه هفك الجبس وهبقى كويسه ودراعي ما فيش حاجه. ففوجئت ان في حاجه في الثدي ظهرت لي بقعه سودا، فاضطريت اروح مستشفى برضك شرق المدينه، وخدوا مني عينه وعملوا لي اشعات مش عارفه ايه، فالعينه ظهرت بعد 20 يوم بالظبط، فقالوا لي ده انت عندك سرطان في الثدي. رحت الاورام طبعا وشافوا العينه بتاعتي، طلبوا مني اشعات كتيره قوي عشان يطمنوا مثلا على بقيه الاعضاء، ورجع قالوا لي طلبوا مني المسح الذري. بعد ما عملت المسح الذري اتضح ان الورم وصل لعظم جسمي كله، فمشكورين دخلوني عملت اشعه على ظهري، اتضح ان في فقره من الفقرات اتكسرت ولازم اعمل فيها عمليه تثبيت. فانا بطلب ان اي حد يساعدني بس اللي انا اتعالج، انا عايزه اتعالج وعايزه اخف، مش عايزه اي حاجه تانية. دلوقتي هي ماما بقى لها تقريبا سنه كان تعبانه بوجع ايديها، عملت العمليه طبعا بتاعت المسمار النخاع بتاعت ايديها، لقينا ان احنا عدينا فتره كتيره قوي ودراعها زي ما هو ما بيتحركش، اكتشفنا ان الكانسر انتشر في العظم، وفي اماكن كتيره العظم فيها وصل لدرجه التاكل زي دراعها، والفقره ال 12 كانت عندها متاكله بس يعني ما كانش لسه حصل لها حاجه. فطبعا هي اخذت العلاج الاشعاعي، ومفروض ان هي خلاص تبدا تتحسن، لان هي بدات تاخد العلاج، لقيت بالعكس ان هي بدات تتعب اكتر، بقيت قادره تمشي، مشيتها تقيله جدا يعني لازم نسندها، وطبعا دلوقتي بقت مشكله في الحوض وفي الدراع. فانا بتمنى ان وزاره الصحه بان هم يهتموا بحاله ماما، وان هم يودونا لحد يمسك حالتها او مستشفى يكون متوفر فيها كل حاجه تختص بالمرض، ان هم يعالجوها بحيث ان هي ترجع تاني سليمه، لان هي 44 سنه. ايمن دياب لصاله التحرير. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، ويبعت لك اللي يساعدك، و الحمد لله. يعني عايزة أقول بنسبة 100%، فيش حاجة بنسبة 100% بتحصل، لكن أقدر أقول أنه بنسبة 99% الحالات اللي بعرضها في برنامجي
ربنا يا رب يكرمهم، بلاقي ولاد حلال كتير والله، حتى شخصيات ما عرفهاش تدخل على الصفحة وتقول عايزين رقم تليفون الست دي. عشان كده لما بعرض الحالة ببقى عارفة انه ربنا ان شاء الله هيكرمها باللي يساعدها واللي يكون سبب في تخفيف اللي هي فيها. وان شاء الله يعني نبلغك كده بانه ربنا برضو هيبعتلك اللي يساعدك واللي يخليكي تاخدي العلاج الصح في المكان الصح. حاجة سناء من اسكندرية. نرجع لشم النسيم، وكان في استعدادات الحقيقة كبيرة جدا سواء بقى في الحدائق أو في المتنزهات أو على مستوى وزارة الصحة، والاستعداد كانت عاملة خطة الحقيقة وزارة الصحة لازم أشكر عليها. طب هل يا ترى تلقت النهاردة أي تليفونات أو أي مساعدات سواء حالات حصل لها لا قدر الله تسمم أو حد كان محتاج عربيات الإسعاف؟ خليني أرحب بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور حسام كل سنة وحضرتك طيب، مساء الخير يا فندم. تحياتي لحضرتك. تحية قبل ما أتكلم على الاستعدادات، تحية مرتبطة بالعائلة أولا لحضرتك إنه في توجيه من الدكتور عبد الغفار مدير الصحة كان تواصل معها عشان بيان معرفة المريضة وتقديم التوجيه من خلال وزارة الصحة. الله الله الله، أشكرك. أنا عارفة والله دكتور خالد وزير الصحة عمره ما تأخر علينا ولا حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا وببلغ أهو على الهواء على طول. ست سناء من اسكندرية وزارة الصحة هتتواصل مع حضرتك وهيعملوا كل اللازم بالنسبة لك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام، كتر ألف خيرك، أشكرك يا فندم. طيب قولينا بقى، هل لا قدر الله تلقيته النهاردة أي حاجة يعني هو شم النسيم؟ الشيء المقام ان الحمد لله انه حجم البلاغات المرتبطة بها اشتباه التسمم في نفس المعدلات المعتادة في غير العيادات. في تقريبا اربع محافظات لدينا اربع حالات بلاغات مرتبطة باشتباه التسمم نتيجة لتناول اسماك مطرحة. صوت حضرتك التليفون بيقطع يا دكتور حسام. انا سمعت اربع حالات من اربع محافظات. في اربع محافظات، وده اللي هو تقريبا زي المعدل اليومي المعتاد في غير الحالات، لكن هي بس الحالات دي مرتبطه بتناول اسماك مملحه، عشان كده احنا بنعتبرها من ضمن الحالات المرتبطه بتامين فتره الاعياد، عشان المصريين حقيقه متعودين ان هم ياكلوا الاسماك المملحه في الاعياد. شم النسيم وفي آية القيامة. إيه أربع حالات من ربنا يا رب يتم لهم الشفاء من أربع محافظات، ده يعتبر معدل يومي ملوش علاقة بشم النسيم كمان يعني. أعتقد كان زمان بتبقى المسائل أكتر من كده. دي حقيقة. أيوة. الحمد لله، يعني يبدو انه برضه هناك اهتمام كبير من المصريين باختيار الأماكن اللي بيختار يعني يأكلوا فيها أو يشتروا منها الأسماك المملحة. كويس. دكتور حسام الحقيقة بحييكوا كوزارة على استعدادات اللي كنتوا عاملينها للنهاردة، كانت على مستوى جمهورية مصر العربية، كانش في أجازات عندكوا ها؟ احنا بنتكلم على ثلاث محاور للاستعدادات. يمكن قبل الاعياد بعشر ايام كان في حملة مكبرة قام بها قطاع الطب الوقائي على أماكن يا إما بيع أو تخزين أو تقديم الطعام خاصة الأسماك المملحة. وفي نفس الوقت برضو كان في حملة مكبرة على المنتزهات وأماكن اللي بيرتادها المصريين في الأجازات عشان أو قوارض أو غيره لاطمئنان عالية. ده بالإضافة لتوفير اللقاء أو المصل الخاص بالتسمم الببري في أقسام السموم والطوارئ بالمستشفيات. على مستوى الإسعاف يمكن كان عندنا أكثر من 2500 عربية إسعاف بيعاد تموضعها بناء على حركة المصريين. حضرتك عارفة هي كأجازة طويلة، وبالتالي صحيح. المصريين بيحبوا يسافروا في سواء بقى في المدن الساحلية أو لقضاء الأجازة مع أهليهم في المحافظات المختلفة، عشان كده كان في إعادة لتموضع سيارات الإسعاف بناء على معدلات حركة السير على الطرق، بالإضافة إلى تليفون شبكة الإسعاف النهري عشان الرحلات اللي مرتبطة الحمد لله ما حصلش حاجة. لا الحمد لله الأمور مستقرة تماما. وعلى مستوى المستشفيات زي ما حضرتك قلتي ورفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ وإلغاء الأجازات والتأكد من جهوزية الطواقم الطبية وكذلك توافر مخزون استراتيجي من
الأدوية الطوارئ ومستلزمات الطوارئ وكذلك الدم. تمام، بشكرك، ربنا يعدي اليوم ده على خير ويبقى ما عندناش حالات تانية، وهتواصل مع حضرتك علشان بيانات الحالة من اسكندرية. دكتور حسام بشكرك شكرا جزيلا. نطلع فاصل إعلاني ونعود وتواصل مع حضرتكم. وفي شم النسيم ما ينفعش ما اقولش للدكتور وسيم السيسي على الهوا كل سنه وانت طيب، ويا حكايه شم النسيم. دكتور وسيم كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه، اهلا بيكي. فطرت؟ ها فطرت وخلاص؟ اه طبعا، امال ايه. والعيله متجمعه والحركات الحلوه دي. اه طبعا. دايما دايما يا رب. ايه حكايه شم النسيم؟ مصر قسمت السنة إلى ثلاث فصول. الفصل الأول هو الفيضان سمته آخت، والفصل الثاني هو الشتاء واسمه بالمصر القديم برت، وغات منها كلمة بردت. والفصل الثالث والأخير شمه اللي هو صيف، وبنقول شمه نجم لما كانوا بيحتفلوا به. ويقولوا صيف جميل. فدي كانت الفصول الثلاثة اللي هي كانت في مصر. وكان الفصل بتاع الفيضان ده، وانتهز الفرصه دي واطالب واصحح مفهوم خاطئ برضو عند الناس. يلا. انا زي ما الدوله بتحتفل بهذا العيد اللي مصر اهدته للعالم جميعا والعالم كله بيحتفل به باسم عيد الربيع، مصر اول دوله عملت شم النسيم. طبعا 4241 اي قبل الميلاد، يعني حوالي 6000 7000 سنه فاتت يعني. حلو. انما انا بطالب بان عيد راس السنه المصريه يبقى زي عيد شم النسيم، وهذا العيد ما هواش بتاع 11 سبتمبر اللي هو ده اللي هو راس السنه القبطيه. راس السنه القبطيه ده خاص بالشهداء. انما راس السنه المصريه اللي هو حوالي 18 جولاي 18 يوليو اللي أيوة. هو ظهور الشعره اليمنيه. ومن هنا مصر عرفت السنه الشمسيه، ان الشعره اليمنيه لا تظهر الا كل 365 يوم وست ساعات. فيجب ان نحتفل في 18 جولاي من كل سنه بعيد راس السنه المصريه، وهو اول تقويم، وهو تقويم قائم على الفلك وقائم على العلوم، وليس قائم مثلا على ميلاد او هجره. فده احنا من حقنا اول تقويم، يا اول يعني احتفال بسنه مصريه هي ده 18 جولاي، ودي ما لهاش دعوه بالسنه القبطيه اللي 11 سبتمبر. تمام. دي حاجه. فده مفهوم لازم الناس، لان الناس فاهمه ان راس السنه المصريه و11 سبتمبر. لا يا سيدي، راس السنه القبطيه ملوش دعوه براس السنه المصريه. تمام. دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا ننتهز الفرصة ازاي قدماء المصريين كانوا بيحتفلوا في هذا اليوم بعيد طهارة القلوب. كان اي اسرة زعلانة مع اسرة تانية يعمل فطيرة اسمها فطيرة طهارة القلوب، ويزينها بالفواكه والزهور، ويسرع بتقديمها للاسرة اللي هي متخاصم معها. الله. هذا عايزين ننشره. مش لما تيجي تعمل تورتاية ولا تليفون، اي حد زعلان ما تزعلش يا سيدي ولا اي حاجه. دي رمز المصالحه والود والسلام. يعني لنجعل من هذا اليوم شم النسيم ايضا عيد طهاره القلوب. اي حد متخاصم، يعني انا شخصيا كان الدكتور محمد زين وهو استاذ في كليه القانون التطبيقيه، حصل خلاف بسيط بيني وبينه. حلو. بعد كده في هذه المناسبة الجميلة طلع دكتور محمد ما تزعلش مني، قال لي ما كنتش انت سرعت بالكلام معايا انا كنت هكلمك. الله. وتصافينا وبقينا حلوين وكل حاجة. دكتور محمد زين ده شخصية عظيمة جدا، يعني ده عمل تمثال عظيم، يعني حدوتة تانية يعني. ايوه. المهم، فنقدر ننتهز الفرصة في هذا العيد الجميل، ونقدر نعلم الناس برضو تقليد ظريف يتسلوا بيه، انك انت يا سيدي تجيب بيضة وتكتب عليها بالفلو ماستر أمنيتك عن السنة الجديدة، وتخبطها في بيضة تانية
إذا البيضة اللي عليها أمنيتك كسرت البيضة الثانية يبقى ربنا حقق أمنيتك، إذا هي انكسرت يبقى ربنا أجل أمنيتك لسنة تانية. أنت هتاكل الاثنين يعني ما يعني مش هتخسر واحدة لو الاثنين اتكسروا إنما بس على الأقل يبقى نوع من التسلية الجميلة وعودة إلى قدماء المصريين كانوا بيعملوا إيه في هذا اليوم الجميل. كانوا بيعملوا كده؟ آه، يكتب أمنيته على البيضة ويخبطها في بيضة تانية ويشوف ويبقى فرحان قوي لو البيضة اللي عليها أمنيته ما كسرتش وكسرت التانية. أيوه يعني انت عارفه حلوه اللعبه دي والله لعبة حلوه جميلة. واقعد بقى كل شويه اتكسر لغايه ما اللي عليها الامنيه ما تتكسرش اوصل لهدفي. أيوة. بالظبط كده. والاثنين مش هيروحوا يعني من الناحيه الغذائيه الاثنين موجودين يعني. ايوه فدي يعني رساله. ايه الجمال بتاعك ده يا دكتور وسيم؟ نعم، ايه الجمال بتاعك ده كالعاده؟ ميرسي يا حبيبتي. والله دايما كده تقول لنا افكار كلها جديد. نعم كلها جديدة لا وكلها معانيها كده فيها الود وفيها الطيبة وفيها صفاء القلوب. ايه جو صفاء القلوب الجميل ده؟ طبعا يعني محي الدين المتصوف الاندلسي في انا عندي المجموعة بتاعته اللي هي الفتحات المكية فيعجبني قوي بيتين من الشعر كاتبهم يقول قد كنت قبل الان انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني فأصبح قلبي قابلا لكل ملة فدير لرهبان ومرعى لغزلان وهيكل أصنام وكعبة طائف وإنجيل توراة ومصحف قرآن لذا كله أدين بدين الحب أين توجهت كتائبه فالحب ديني وإيماني. الله عليك الله عليك. ربنا يخليك. الحب ديني وإيماني. طبعا محي الدين ابن عربي المتصوف الأندلسي. أيوة. الفتوحات المكية. ايوه ده المصدر يعني. الله عليك يا دكتور وسيم، حسيبك بقى تكمل قعدتك الحلوه مع العيله، سلمي عليها ويبقى لينا اللقاء ان شاء الله في الحاجات الجميله دي. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. اتفضل يا فندم. مع السلامه. ايه الجمال ده؟ ايه الرقي والصفاء وال يا ريت والله يا ريت كلنا والله نبقى بالشكل ده، يبقى شيء عظيم. بالمناسبة صاحب أغنية كله سابني وبقيت لوحدي وصاحب أغنية واخد على خطري من الدنيا ومن كل الناس أنا كنت بقول بكرة هتحلى ومسيرها تروق فجأة بلاقي الحزن يجيني وكله سابني حزين غصب عني. عصام صاصة بيتحقق معاه دلوقتي في النيابة لأنه متهم بأنه دهس مواطن على الطريق الدائري. نقابة طلعت خبر وتقول هو مش عضو، بيجدد التصريح بتاعه وهو مش عضو، عشان كده بديت بأغانيه اللي هو غصب عني وكله سابني وبقيت لوحدي حزين. ايه اللي حصل مع صاصة وايه اخر التفاصيل بالظبط؟ خليني ارحب بزميلي على التليفون احمد مهدي رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ مساء النور يا استاذه، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيبه وكل مستمعينك بخير. طيب صاصة فين دلوقتي؟ حاليا الماموريه في اتجاه اسم الطلبيه، هي خرج من النيابه بعد انتهاء التحقيقات وتم ترحيله لاسم الطلبيه مره ثانيه. لصباح هو في اسم الطلبية دلوقتي؟ هو في طريقه لاسم الطلبية. في الطريق. قول. تمام، لان لعرضه بكرة على الطب الشرعي. طب الشرعي ليه؟ عشان يتم اجراء تحليل مخدرات لبيان ما اذا كان كان متعاطي للمواد المخدرة او الكحوليات اثناء القيادة. طب هو اعترف قال ايه بالظبط؟ احمد احكي لي ايه اللي حصل. الحادثة حصلت الساعة كام؟ الحادثة كانت ما بين 7 صباحا ل7 ونص. بيقولوا كان رايح، معرفش صح ولا غلط يا احمد، بيقول طبقا للي قريته ان هو كان رايح يذبح عجل يعمل عقيقه لابنه. هو كان راجع من المعادي من شغل، تمام، باتجاه حدائق الاهرام منزله، وقال في التحقيق رجع في التحقيقات انا كنت رايح اذبح عجل عشان عقيقه ابني يوم الخميس اللي جاي.
تمام. طبعا حادثه حصلت قدام محطه الوقود المتوجه في مطلع محور المريوطيه الاتجاه اللي جاي من المعادي باتجاه الطريق السياحي. ايوه. قال ايه في الاعترافات بقى؟ إيه معلش كملي بعد الحادثه. هو لما خبطوا، تبقى للاخبار احنا مش بنقول معلومه مش عارفينها. تمام. إيه وقف ولا جري بالعربيه والاحكي؟ لا وقف. هو طب كويس. هو بيقول في التحقيق ان هو كان سايق على سرعه ما بين 70 ل 80 كيلومتر في الساعه. بعربيته ماركتش طبعا ما علينا. دي المعلومه. ايوه. فوجئ بشخص تمام قدامه مره واحده بيعدي الطريق من مكان غير مخصص للعبور وما لحقش يتفاديه، يعني هو قال في التحيات انا ما لحقتش اتفاديه. وبعديها وقف وفضل مستني لحد ما الشرطه جت وهو اللي اتصل بالشرطه والاسعاف. ده سؤالي كان ليك. تمام. صاصة هو اللي كلم الشرطه وبلغ عن الحادثه. ايوه فضل متواجد لحد ما الشرطه جت. طب كويس كويس. والشرطه جت وهو قال لهم اللي حصل. وتم اقتياده لقسم الطلبيه. ايوه. وتم نقل الضحيه، طبعا الضحيه عنده 40 سنه. حبيبي. ووصل متوفي. وايه؟ وصل المستشفى متوفي. يعني ساعة الحادثة كان لسه عايش. هو يعني بعد الحادثة بدقائق بسيطة جدا كان توفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. طبعا والدته في انهيار تام هي وأخوه. طبعا. وقالوا إن هو عنده أربع أولاد، اثنين في مراحل تعليم. أيوه. وعنده بنتين، يعني هم زي ما قالوا إن هم على وش جواز وكده. وإن هو بيتنقل بعمله ولحظة الحادثة كان بيعدي الطريق عشان يركب أتوبيس شغله. ده وفقا لاقوال اخوه. لا حول ولا قوه الا بالله. كل التعازي لاهله وربنا يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب. طبعا هم بعد الحادثه تم نقله للقسم القلبيه. ايوه. من قسم القلبيه تم نقله لمحكمه تاج الدول في امبابه وجرى التحقيق معاه. التحقيق تجاوز الثلاث ساعات. في المحكمه. ايوه. تمام. النيابه استمعت له. وقررت في النهايه حكم الباكر عرضه على الطب الشرعي زي ما قلت لحضرتك. طبعا بكره هيتم عرضه على الطب الشرعي لاخذ عينه من الدماء. بكره هيتعمل له تحليل مخدرات. بعينه منه لمعرفه اذا كان سايق العربيه تحت تاثير مخدر او مواد كحوليه. وهو ده طبيعي بيحصل يا احمد ولا هم لقوا عليه حاجه؟ لا ده اجراء طبيعي. يعني في نسبه كبيره جدا من حوادث الطرق بيتم اجراء تحليل للسائق. بيتم فحص العربيه من لجنه فنيه. ايوه تمام. بشكرك يا احمد، بشكرك شكرا جزيلا. احمد مهدي رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد. دي كانت حكايه صاصة ودي اخر حكايه في حلقتنا النهارده. اشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.